متابعينا وحلقة جديدة من اسأل مع دعاء. في حياتنا بنقابل نوعين من البشر، نوع ممكن يقولوا عنه لسانه بينقط سكر أو لسانها بينقط سكر، ما بتطلعش منها العيبة، ممكن تكون مجاملة أو يكون مجامل، يكون مؤدب وكلامه كله أدب جم موزون محترم، بيعمل حساب لكل كلمة حتى وهو بيعاتب، لو بيعاتب اللي قدامه عمره ما يغلط فيه. ونوع تاني دول كلامهم دبش، ما يعرفوش يقولوا كلمة حلوة، لاذعين في الانتقاد، ممكن يوجع وممكن يجرح وممكن يعور حد بكلمته. الأديب عبد الرحمن الشرقاوي قال أبيات كتيرة وشهيرة عن الكلمة، بس أبرزها قال إنه مفتاح الكلم مفتاح الجنة في كلمة ودخول النار في كلمة. والحقيقة ده له أصل شرعي، أكيد له أصل شرعي، الكلمة الطيبة صدقة وقد تدخل الصدقة الجنة، والكلمة الطيبة جبر خاطر وقد يتقرب العبد لربه بعبادة جبر الخواطر. وعلى الجانب الآخر بقى، الكلمة اللي بتدخل النار، الحديث الشهير وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. طبعا ندعي أن ربنا يجعلنا من فريق الكلمة الطيبة اللي تدخل صاحبها الجنة. هنتكلم أكتر عن الكلمة الطيبة وأثرها على الناس مع فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق من علماء الأزهر الشريف. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الله يسلم ساعتك يا دعاء هاني. الكلمة الطيبة ليها نص قرآني يعني أصلها ثابت، وكنا حافظينها، كنا واخدينها في ابتدائي وحافظينها. بمعنى ايه بقى اصلها ثابت وفرعها في السماء؟ يعني هيك اشرح لي الايه دي. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، حضرتك احسنتي في المقدمه واحسنتي في الاستدلال. الم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ يعني الكلمة الحلوة دايما بتزرع، ولما تزرع جذورها ثابتة ما تتنسيش. لما حد يقول لك كلمة حلوة عمرك ما بتنسيها، ولا سيما لما تصادف القلب ما بتتنسيش أبدا، فجذورها ثابتة ما تتنسيش، وفي نفس الوقت ثمارها دايما تأتي في كل وقت. الكلمة ممكن تغير حياة البني آدم، ولذلك حضرتك تلاقي القرآن الكريم اهتم قوي بالكلمة، مش مع المسلم بس، مع المسلم طب ومع غير المسلم؟ وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم وقولوا لهم قولا معروفا. الكلمة زي ما قال لقمان الحكيم لابنه، قال له يا بني إن من الكلام ما هو أشد من الحجر وأمر من الصبر وأحر من الجمر، وإن القلوب مزارع فزرع فيها كلمة طيبة إن لم تؤتي كلها يؤتي بعضها. فهمين حضرتك؟ طبعا. ولذلك تخلي بالك أن الكلمة نفسها ممكن تأثر في أكبر الناس. الكلمة ممكن تأثر، متخيلة أن الكلمة زعلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل أن الكلمة ضيقت صدر سيدنا النبي، متخيل أن ربنا كثيرا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون. فاصبر على ما يقولون، مش على ما يفعلون. لا، يقولون. فلا يحزنك قولهم، خلي بالك من قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك، متخيل؟ ومين يا أستاذة دعاء؟ ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس لاحظت حاجة مهمة قوي، لاحظت أن ربنا بيربط ما بين الصبر على الأذى القولي والتسبيح والذكر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب المطلوب إيه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ده الحل بالضبط. الحل ما تشغلش بالك بذكر الناس، واشغل بالك بذكر الله عز وجل. مهم قوي دي، بتفرق كتير، لانه بتنزل على القلب بردا وسلاما. مفاجاه انه احنا مش مطلوب الكلمه الحلوه مع المسلم بس، تمام، مع الناس جميعا، ومش مع الناس بس، تتخيلي مع الحيوان؟ لا، تتخيل الكلام، الكلمه الحلوه. ليه بقى؟ أولاً لأنه علشان ما ضربش لساني على اللفظ الوحش. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالفحاش ولا باللعان ولا بالطاعن ولا البذيء. تمام. طب مع الحيوان حصل أن سيدنا أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، كان في سفر، فالرجل من الأنصار ركب الناقة بتاعته فتلدن عليه، اتأخر كده، فلعنه، قال لعنك الله، شأ لعنك الله بالنص كده، يعني قوم. فالرسول سمعه، قال من هذا الذي اللاعن بعيره؟ غاضب سيدنا النبي لمجرد ان الراجل لعن الايه؟
البعير وقال له انزل لا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على انفسكم، لا تدعوا على اولادكم، مفيش حاجه اسمها ادعو على ابني واكره اللي يقول امين. طب ما خلاها صدفه لحظه اجابه. يبقى البعيده هي اللي هتخسر وتزعل. ده المفاجاه ان احنا مش نقول الكلمه الحلوه مع الانسان ولا مع الحيوان، ده مع الجماد. ازاي مع ازاي يا ستي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح يمشي مع احد الصحابه، فواحد من الصحابه الريح يعني عصفت بردائه فلعنها. فالرسول قال له ايه؟ لا تلعنها فانها ماموره، وانه اذا لعن احدكم شيئا فلم يكن له اهل حارت عليه. يعني احنا مطلوب مننا نقول الكلمه الطيبه مع المسلمين ومع الناس اجمعين ومع الحيوانات بل ومع الجمادات. ده يعني الواحد بينه وبين نفسه ما ينفعش يفك بكلمتين. يعني ما هو اصل الريح دي ممكن واحد يبقى لوحده يا القرف اللي احنا فيه مثلا، فما ينفعش حتى يفك بكلمتين. طب يعني احنا هنا مش مجرد الكلمة الطيبة صدقة وخلاص، لا ده احنا هنا عندنا انه الكلمة ممكن تأذي بنص كبير جدا في القرآن الكريم، آيات كثيرة بتقول ان الكلمة فيها أذية. طبعا يعني بتضيق وبتتعب وبتحزن وبتضايق وكده. وتاني حاجة انه الواقع بقى واقع الكلمة الطيبة على الناس، هل يعني في بقى ذنب وفي ثواب من الكلمة الخبيثة ومن الكلمة الطيبة؟ بالضبط. نص الآية القرآنية ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أجرها عند ربنا سبحانه وتعالى. هقول لحضرتك صدقة في سبيل الله تمنعني عن النار، حجاب بيني وبين النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال العنوان الفلاني فين؟ أقول له في المكان الفلاني، صدقة. أدل الرجل على المكان، صدقة. طيب وإيه كمان؟ الكلمة الطيبة حجاب بيني وبين النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. ده باليها باقي. طبعا انا فاكرة ده نص الحديث. لا يا فندم، طب خليني ما عنديش نص التمرة يعني معيش فلوس، يبقى كلمة طيبة. الكلمة الطيبة زي ما قال سيدنا النبي الصدقة. النص الحديث اتقوا النار يعني حاجب بينه وبين النار بصدقة. الصدقة مهما كانت قليلة حجاب بينه وبين النار. طب يا رسول الله انا فقير ومعيش فلوس اتصدق، يبقى بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة ممكن تدخلني أعلى عليين في الجنة، والكلمة الخبيثة ممكن تلقي بصاحبها إلى أسفل سافلين في النار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتست من فوق الأرض. والحديث المشهور أفكر سعادتك بيه، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كام؟ 70 سنة. المقابل ايه؟ تكملة الحديث، وان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرتفع بها الى اعلى عليين في الجنة. ده نص واضح جدا اجابة على سؤال حضرتك. ويندرج تحت بقى الكلام الخبيث النميمة والغيبة وسيرة الناس يعني مظبوط يا فندم. هو الكلمة الطيبة دعوة زي ما حضرتك قلتي، جبر خاطر، الأمر بمعروف، نهي عن منكر، نصيحة جميلة، تمام، أدله على الخير، أرشده على الصلاح، أدله على بر والديه، كل ما أدعوه حد بحاجة. بالضبط. فده اسمها كلمة طيبة. طب الكلمة الخبيثة، السب، الشتم، اللعن، الغيبة، النميمة، الكذب، السخرية، الاستهزاء، كل ده كلمة خبيثة. كل كلمة شر طوبة بضربها في وش البنات وهتلف وترجع لصاحبها. طيب في حد مثلا بيبقى معروف الراجل ده عصبي أو الراجل ده بيبعبع كتير بس طيب، يعني الناس دايما تقول لك كده، في ناس كده معلش ابعدوا عنه الساعة دي هو بس طيب قلبه طيب. الناس دي وضعها ايه بقى فضيلة الشيخ؟ هم طيبين بس ما بيعرفوش يتحكموا في نفسهم. ستات تلاقيهم طيبين خالص بس لسانهم مبرد. يعني تلاقي لسانها مبرد عليها وعلى جيرانها وهي تبقى ست طيبه بس ما تسكتش. ما هو لو لسانه مبرد وقلبه مبرد خبيث كده الذنب كبير. طب لو اللسان مبرد والقلب طيب هياخد ذنب بمقدار اللسان بس. اللي هو فحرام يبقى قلبه طيب وياخد باللسان. بالظبط. ولذلك احنا محتاجين نخلي بالنا من اللسان يا فندم. اللسان عنوان الانسان. سقراط لما كان عنده تلميذ ساكت طول الوقت قال له تكلم حتى اراك. ايوه.
اتكلم عشان اشوفك. فهو اللسان هو اساس. كم من امراه خربت بيتها بلسانها، كم من انسان دمر حياته بلسانه، كم من انسان سجن بلسانه. هو احنا بيصاب الانسان الا باللسان؟ ولذلك سيدنا معاذ بن جبل لما بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، او يؤاخذنا الله على ما تنطق السنتنا؟ يعني دي كلمه وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ اكتر حاجه تودي الناس جهنم لسانها، واكتر حاجه تودي الناس الجنه اللي برضه لسانها. ولذلك لما حكيم من الحكماء قالوا له: اذبح لنا بقره واتي باطيب ما فيها، ذبح وجاب اللسان. اذبح بقره واتي باخبس ما فيها، ذبح بقره وجاب اللسان. قال: هو اطيب شيء وهو اخبث شيء. ولذلك ولا يستقيم الانسان الا لما يستقيم اللسان. طيب، عايز حضرتك برضو تشرح لي الحديث الشريف اللي الناس كلها دلوقتي بتقوله وبتكتبه لبعض: فلتقل خيرا او لتصمت. انه يعني قد كده السيره النبويه والقران مدي اهميه قوي لموضوع الكلام، يعني يا تتكلم يا تسكت. برضو اشرح لي، وكان يعني ايه المناسبه بتاعتك؟ المناسبه يا فندم انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بشيء عجيب جدا. ربط هذا الحديث بكمال الايمان. يعني لا يكمل ايمان الانسان الا لما لسانه يكون طيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن ايمانا كاملا يقول الكلمه الطيبه. عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش اسكت احسن. لانه من صمت نجا. اقول كلمه خير اهلا وسهلا. الكلام بالخير اعظم شيء. ادعوك الى الله عز وجل، ادلك على حديث شريف، اقول لك ايه قرانيه، اعظم من الصمت. طب هقول لك كلمه تسلطها على جوزها، ولا تقول لها كلمه تبعدها عن ربنا، ولا تقول لها كلمه غيبه ولا نميمه. وخلي بال حضرتك الازمه مش على المتكلم بس، المتكلم والسامع. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. ايه ده كتير قوي الايات اللي عن الكلام والحديث. طبعا قوي جدا يا فندم، جدا. واحنا مطلوب مننا نقول الكلمه الحلوه حتى مع اللي بيقول انا ربنا. انت متخيله حضرتك؟ يعني انا لو رايح اقابل فرعون نفسه، فرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى، ربنا بيقول لسيدنا الله يفتكر افتكرت الآية. ربنا بيقول لسيدنا موسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فإيه؟ فقولا له قولا لينا. ده لمين؟ للي بيقول أنا ربكم الأعلى. ولذلك لما واحد جاي لهارون الرشيد بيقول له: اسمح لي. قال له: نعم. قال له: هقول لك كلام وشديد شوية وتحمله مني. قال له: لا طبعا، لا تقول لي شديد ولا هتحمله منك. قال له: ليه؟ قال له: لأن ربنا بعت اللي خير منك إلى من هو أشر مني. وقال له: فقول له قولا لينا. فانت جاي تقول لي قول. الحجه قويه جدا جدا. يعني خير منك موسى وهارون نبيين، وانت مش نبي، وانا هارون الرشيد مش فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى. ومع ذلك ربنا قال: فقول له قولا لينا. احنا محتاجين بجد. وخلي بال حضرتك في فرق ما بين انه يكون الانسان صريح وما بين الطوب اللي بيطلع من صحيح. في فرق بين الصراحه والوقاحه. انت صريح على راسي من فوق، انما ما بقاش ما اذيش اللي قدامي. انا اقول للاعور انت اعور في عينه، ايش الشطرف كده بقى؟ ما ينفعش اقول لساعتك. يعني الكلمه دي دايما الناس تقولها وتستشهد بيها انها انه يعني لا يخف الحق لو ما تلائم. طب ما تخليها باسلوب حلو. فهماني حضرتك؟ باسلوب جميل، بنصيحه حلوه، بلفظ طيب. واحد بيقول للامام ابن حد شاف في الرؤيا، انا ما بحبش تعبير الاحلام ولا تفسيرها، بس هدلك على معنى مهم جدا. واحد شاف الرؤية انه اسنانه كلها وقعت. العلماء زمان كانوا يقولوا اللي شاف سنه وقعت حد من اهله هيموت. فرايح شاف في المنام انه اسنانه كلها وقعت. فرايح لواحد بيفسر احلام فبيقول له: انا شفت ان اسناني كلها وقعت. قال له: اهلك كلهم هيموتوا. نفس الرؤية جار قال ايه؟ طب اروح لمحمد بن سيرين بقى. العالم. قال له: يا امام. قال له: نعم. قال له: رايت كان اسناني كلها وقعت. قال له: أبشر، أنت أطول أهلك عمرا. شفت التعبير يا فندم؟ نفس المعنى
بس الأسلوب. آه إحنا محتاجين ده، محتاجين الأسلوب. العلماء زمان كانوا يقولوا المعاني أجساد عارية، فاختر لها ثوبا جميلا بأسلوبك وكلامك. طيب الكاظمين الغيظ، ما هم بيكظم لأنه الغيظ ده هيطلع كلام. فأنا دلوقتي الناس كلها لما بتبقى متغاظة أو بتتخانق، ما هو يعني غصب عنهم، ما برضو يعني هو ما عشان كده ما عندهمش فكرة إنه يعرف يتحكم في نفسه دي، فيعمل إيه؟ طب ما أنا أقول لسعادتك، ما هو كظم الغيظ ده ربنا رتب عليه أجر كبير جدا، علشان الموضوع صعب جدا. ربنا قال في القرآن الكريم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. أولا سماهم ربنا المتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده مش كظم غيظ بس، كظم غيظ وإحسان، مش كده وبس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثين في منتهى العظمة لكظم الغيظ، عشان ما تقولش من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه بعثه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيزوجه من الحور العين ما شاء. يعني الناس بتتحاسب يوم القيامة وهو بيتعمل له حفلة جواز لمجرد أنه كظم غيظا. الحديث الثاني من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. فالموضوع على قد الايه المعاناه اللي فيها، على قد الجايزه اللي هناخدها بالظبط. عشان انا خلي بالي من لساني، لانه اللسان هو عنوان الانسان. احفظ لسانك ايها الانسان، لا يلدغنك انه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الاقران. القضيه كلها في اللسان. ولذلك لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جه واحد ليه بيقول له يا رسول الله، قال له نعم، قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، بس لخص لي الموضوع، الدين كله في كلمتين. قال له آه، قل آمنت بالله ثم استقم. مؤمن مستقيم. في رواية الترمذي، دي رواية الإمام مسلم من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله، في رواية الترمذي قال له يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، فأمسك النبي لسانه وقال هذا. الأساس كله في اللسان، الجوارح كل يوم بتقول للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. صدقيني حضرتك، الإنسان لو رجله اتخبطت وعثر في قدمه وتعور يشفى، عثرة اللسان لا. يعني عثرة القدم تتشال وتتنسي، عثرة اللسان لا. الكلمة أصعب من الحجر. الكلمة ممكن تدمر بيوت، ده كلمة بتدمر دول يا فندم. فاحنا محتاجين بجد نخلي بالنا من لساننا. ما تقول ما يعني واحدة تقف لجوزها راس براس وتقول له لو راجل طلقني، ولما يطلقها تزعل. هو مستنى على الكلمة؟ لا، ما انت جرحتيه أصلا. انت مش عارفة الكلمة عليه ايه. لما يسألها انت انا سند ليك تقول له لا مش سند. مش سند ازاي؟ ده ست غيرت جوزها بكلمة واحدة. قصة صغيرة قوي. الزوج عصبي قوي وتربيته كانت قاسية جدا، فكان أحيانا كتيرة يضرب زوجته. طبعا ممنوع، ما فيش حاجة اسمها يضرب الزوج أبدا طبعا. تمام، ما فيش راجل يضرب. أرجى الراجل في الدنيا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب أبدا. حتى الضرب في القرآن الكريم له معاني كتيرة طبعا. ممكن المباعدة ماشي. الله يبارك في عمرك. تمام، وهي كانت بتحبه وهو بيحبها وعارفه يعني بيحصل ده ليه، بس كان يعني تعبت منه قوي. ففي مره من المرات ضربها ضرب جامد قوي لدرجه انها اتعورت، لدرجه انه اغمى عليها. فلما فاقت لقيته قاعد جنبها بيعيط. تمام، وبعدين بيقول لها اظن ان ما بيننا قد انتهى. قالت له كلمه غيرته، قالت له ولكنني ما زلت احبك. اقسمت بالله من بعدها تغير تماما. الله الله، ما هو في كلام كده يحنن القلب يخلص الموضوع. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ رمضان عبد الرازق، شكرا جزيلا. فاصل ونعود. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. شهر رمضان هو الشهر اللي بنبقى يعني متاكدين فيه باذن الله انه الحسنه مضاعفه، يعني اي حاجه خير بنعملها بره
الشهر ده، عارفين ان احنا لو عملنا زيها بالظبط في شهر رمضان هناخد حسنات اضعاف مضاعفه. يا رب يعني ننول هذا الشرف. انا بيشرفني دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق، اهلا بحضرتك. اهلا بيك وسهلا يا استاذ. الحسنات يعني ربنا سبحانه وتعالى بيضاعفها ازاي في شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد معلوم ان للزمان شرفا وان للمكان شرفا وان للحاله اللي عليها الشخص شرف ايضا، بمعنى انه رمضان كزمان رمضان شهر الذي انزل فيه القران فهو مشرف لهذا. رمضان حضرتك كعباده، الحال اللي احنا فيه صيام النهار وقيام الليل، لما بيجتمع الاثنين مع بعض، حبذا بقى كمان لو اجتمع المكان، لو حد مثلا ربنا كرمه قاعد في الحرم الشريف مثلا، فيبقى جمع بين شرف المكان وشرف الزمان وشرف الحالة اللي هو عليه. طيب احنا مش متيسر لنا ده، لكن عندنا شرف الزمان وعندنا شرف الحالة، شرف العبادة اللي احنا عليها، وشرف الطاعة وشرف وشرف وشرف. فربنا سبحانه وتعالى لأجل ذلك يضاعف الحسنات، فتجدين العمل الذي يؤديه الإنسان في غير رمضان بياخد عليه ثواب ويضاعف أيضا، لكن في رمضان أكثر مضاعف. ورد في هذا حديث وإن كان ضعيف، اللي هو تهنئة وسلام بأول الشهر، لكن في فضائل الأعمال يمكن أن نستأنس به، لما يقول الفريضة فيه تساوي النافلة فيه تساوي فريضة فيما سواه، والفريضة تساوي 70. إذن إحنا عندنا مضاعفة بنسبة 70. ده الوضع الطبيعي. ده غير بقى المضاعفة الطبيعية في أي يوم تاني. وبناء عليه الشاطر اللي يبتدي ينتهز فرصة رمضان ويقضيها بقى في الخير. جميل. والخير نوعين زي ما اتفقنا وبنكرر الكلام ده كتير جدا. في خير يعود على النفس فقط، قعدت مع نفسي قرأت شوية قرآن، شيء رائع جدا. قعدت مع نفسي ذكرت ربنا، قعدت مع نفسي وصليت ركعتين لله سبحانه وتعالى، شيء رائع، ودعيت أو ما شكل ذلك. لكن عندما أقدم معروفا بقى، أحسنت إلى جار، أكرمت مسكين، أعنت ضعيف، أغثت ملهوف، قمت بأي دور ينفع الغير، فلا شك أن الحسنة هنا نفعتني أنا من باب تزكية نفسي، لأن احنا عندنا قاعدة معروفة في القرآن الكريم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. تزكيهم هنا معناها أنك أنت بتركي نفوسهم، بتبعد عنها الشح اللي بيقعدها في الأرض، بتبعد عنها الماديات اللي بتقعدها في الأرض، بتخليها أقرب للأرض والبهيمية منها إلى الملائكية. فلما بيعطي بيبقى أقرب للسماء والملائكية معا. فلا شك لما بيعمل ده مع الغير كمان بيبقى الغير استفاد. وده اللي بيخلي المسلم عند الموت أو أي إنسان عند الموت يقول يا ليتني يعني أعود فأتصدق. صحيح. طيب يعني وإحنا بنتفرج على صور تسقيف البيوت وتجديد البيوت يعني بشكل كده في كرامة، وهي يعني المبادرة دي اسمها حياة كريمة، أنا عايز أسأل حضرتك بقى سؤال. دلوقتي إحنا ساعات نتصدق بنية إن أنا مثلا بنية شفاء أمي، مثلا بنية شفاء بنتي كذا، ساعات أتصدق بنية إن أنا مكروبة وعايزة أفك الكرب عن نفسي، ببقى عايزة مردود في الدنيا. يعني ساعات أتصدق بنية إن أنا عايزة ربنا يفتحها في وشي في الدنيا. تمام. هل ده ينتقص من ثواب الآخرة؟ هو لا ينتقص من ثواب الآخرة، لكنه ليس الوضع الأكمل. الحال الأكمل إن أنا عبد لله سبحانه وتعالى في الضراء كما أنا عبد لله في السراء. جميل. إن أنا ربنا بيتعبدني بالضر كما يتعبدني عند الخير والنعمة. وإن لما ربنا نزل بي المصيبة أيا كان شكلها وأيا كان درجتها، هو يريد مني أن أكون عبدا. ففي هذه الحالة ما ينبغيش علي إذا كنت أريد أن أكون راقيا في علاقتي بربي سبحانه وتعالى، ده علاقة بقى الأنبياء والأولياء، إن أنا لا أنتظم من وراء هذا العمل إلا أن أرضي ربي. ده الأساس. ده الأساس. أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بتصدق، أنا برضي ربي. كون ربي يتفضل علي برضاه ثم يمنحني من عطاياه في الدنيا، الحمد لله، فضل ونعمة. لكن عندما أقوم بهذه العبادة وبهذه الطاعة راجيا فضل ربي في أن ينفذ كربي زي صلاة الحاجة، راجيا فضل ربي داو مرضاكم بالصدقة، راجيا فضل ربي بأن يفرج عني ما أنا فيه، لا شك أني مأجور، لكن ليس كأجر من عبد ربه لربه.
فرق كبير جدا يا أستاذة بين الاثنين. يعني الواحد بقى يظبط النية. طبعا احيانا برضو الناس بقى ايه عرفت تجارة مع ربنا سبحانه وتعالى، عرفوا انه ده بيكسب. احنا على فكرة ما بندفع احنا بنكسب، بيجي لنا فلوس من حتة من حيث لا نحتسب. فبرضو بساعات النية بتبقى كده. خلينا اشوف اقول لحضرتك على حاجة. هل تفتكر حضرتك لما انا استغفر ربي لانه امرنا بالاستغفار، او انا اتصدق او اصلي لان الله يحب مني ان اصدق او اصلي، هل تفتكر حضرتك انه سيمنعني الخير في الدنيا؟ مش هيمنعني ابدا. هو لن يمنعني، لأن الحاجات دي أصلا يعني الله رتب عليها هذه الأشياء. الفارق الوحيد سيدتي إن أنا لما قلت يا رب أنا هعمل ده علشان ده، أنا أنقصت من قدري بين يدي الله. خلينا أقولها. طب دي مهمة. خلينا أقولها. كويس إن أنا سألت كده، لأنه دي مهمة. لأنه يعني أحيانا يقولك إيه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فتلاقي الناس كلها بتستغفر بهذه النية إنه نفسها ربنا يرزقها. الأصل أنا بستغفر ربي. أصل استغفر عشان يغسلني. أنا عبد. أنا عبد يا رب، بس بطلب مغفرتك، بطلب عفوك، ده الأصل. كونه بقى لما استغفره سبحانه وتعالى يرضى عني فيثيبني بقى بالدنيا والآخرة، يبقى ده المطلوب. فأنا نفسي الحقيقة ما أقولش يا رب أنا هستغفرك عشان أخلف، أنا هستغفرك عشان أرزق، أنا هستغفرك لك أنت. لأنك تستحق أن أطلب منك المغفرة. ولأني عبد مذنب مهما كان عملي الصالح، فأنا في علاقتي بيك أنا أشعر بالتقصير. فأنا استغفرك شعورا بعبوديتي وإكرارا بربوبيتك. هو أريد سبحانه جل في علاه هيكرمني وهيعطيني. وبالتالي كأن ربي لما قال فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء إلى آخره، كأنه لا يريد أن يقول لي استغفر لأفعل لك، إنما يريد أن يقول لي استغفر وسأفعل لك. جميل. طيب أنا شايفة دلوقتي قوافل بتوزع الإطعام. طيب فكرة الإطعام، إحنا في أحاديث كثيرة عن طبعا الإطعام وأهمية الإطعام دي. طبعا. في كمان فكرة إدخال السرور على قلب الناس. أنا دايما أقول أنا دعاء أهو، لو حد جالي في البيت وجايب لي مثلا إزازة زيت أنا هنبسط. يعني دي حاجة كست بتطبخ. يعني انا بقول لك اهو، انا كست واحده بتقف في المطبخ لما حد يجيب لي هديه كده انا هتبص بصراحه. فما بالك للحد ما عندوش المقدره ان هو تجيله دي. فهيكلمني بقى عن الموضوع. هو انت بتتكلم عن الفطره، تهادوا تحبوا. شوف النص بيقول ايه. مهما كانت قيمه الهديه صحيح، هي مش هتغنينا ولا هتفقرنا. انما هي فلسفه نفسيه. تهادوا تحبوا. فلما يبقى حد محتاج بقى ومسكين ومعوز ومش لاقي، وفجأة كده تخش عليه بشوية رز ومش لاقي أصلا حاجة يأكلها، ولا تخش عليه بفرخة، ولا تخش عليه بزيت، ولا يعني بالتأكيد فرحه هيبقى مضاعف. الفرح بأنه أخذ أو جاله ده شيء طبيعي جدا. ما يجي عن احتياج بقى وعاوز. صحيح. عارف حضرتك لما يكون حد عطشان وتقدم له كوبايه ميه ساقعه، احنا مش في رمضان بقى لو فرضنا يعني، انما صايمين خلاص الحمد لله. حد تاني بقى ايه، هو مش عطشان فبتقول اتفضل في ميه لو تحب تشرب، فبياخدها منك كده ذوقيا ويشرب برضه مبسوط انه شرب. لكن لما يبقى عطشان قوي طبعا بتفرق. طبعا بتفرق. ولذلك كان الحسن البصري لما يشرب الميه السخنه ويقول الحمد لله، وبعدين مره ثانيه يشرب الميه الساقعه بقى في الحر كده ويقول الحمد لله، يقول هذه غير تلك. طبعا. الحمد لله هنا غير هنا. فبالتاكيد لما حضرتك حد هديك هديه تقول الحمد لله. لكن حط نفسك ربنا ربنا يا رب ما يكرمك ويبعد عنك الهم ده. يعني تخيل الناس بقى اللي في الظروف دي انه ما كانوش لاقيين، مش لاقيين، وحد جاب لهم. ساعتها الحمله تبقى طالعه ازاي؟ صحيح. وساعتها الدعوه منه ما تبقى طالعه ازاي؟ كل حاجه مضاعفه. طبعا الفرحه مضاعفه. طبعا. وبالتالي حضرتك اللي عايز فعلا يعني يستمطر الرحمات يروح لدول. انت عارف حضرتك في عندنا حديث ترزقون وتنصرون بضعفائكم. بضعفائكم. الضعفاء دول نلزمهم نروح لهم. ترزقون ايه تاني؟ تنصرون وترزقون بضعفائكم. اول مره اسمع. بعض المجتمعات شايفه ان الضعفاء دول للاسف فقراء وغلابه ومساكين والكبار في السن والمش عارف ايه والمعوزين والمرضى والبتاع، شايفين ان هم عبء على المجتمع يجب نتخلص منهم. الحقيقه نحن نرزق بهؤلاء. نحن ننصر بهؤلاء، نحن نستر بهؤلاء. ما تعرفيش مصر ربنا حافظها بإيه. ما تعرفيش الدنيا عندنا محفوظة بإيه. قد تكون محفوظة بهؤلاء الغلابة، بهؤلاء الطيبين. النبي نفسه عليه الصلاة والسلام يا سيدتي لما قعد مع أبو جهل وكبار القوم
واستشرفت نفس سيدنا النبي ان هو يكتر الاحاديث معاهم، نزل القران يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فلما نخش على الناس الغلابة دي ونمسح على رأس يتيم ونكرم انسان ضعيف محتاج، بالتأكيد الحسنات تبقى مضاعفة جدا. طيب الواحد بيجاهد بفلوسه طبعا وبيدفع، المفروض انه يوميا يعمل ده ولا يحطها مثلا مره في الشهر، ولا هو اللي مطلوب منه مثلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مع انه بيبقى عنده بس بيبقى عينه يجيب حاجات ويعمل حاجات، فيتعامل مع القصه دي ازاي؟ انا بس الاول بحييك على كلمه يجاهد بفلوسه دي. لان الناس فاهمه ان كلمه الجهاد بس في المعركه والسلاح والبتاع، والحمد ربنا كفانا بجيوشنا. صحيح. الباب باب الجهاد بالمال والانفاق والجهد ده باب لا يغلق ابدا. مهما كانت الدوله قويه ولا مستغنيه، احنا في النهايه ده باب لا يغلق ابدا. فكنا ان احنا نجاهد باموالنا ده باب في منتهى العظمه والجمال والروعه، ويجب ان احنا نستمر فيه على طول. طيب انا راجل معايا 1000 جنيه هتصدق بيها، الاحسن اتصدق بيها على 10 ايام كل يوم 100 جنيه ولا اتصدق بها مره واحده؟ الحاجه يا فندم هي اللي تحكمني. بمعنى ايه؟ لو عندي جار لو اديت له 1000 جنيه هيصرفها مره واحده وهيقعد باقي ال 10 ايام مش هيعرف يتصرف، فانا ابقى وكيل عنه في التصرف فاديله 100%. انما شايف ان ال1000 جنيه ياخدها النهارده هيقضي بيها مهمه وهتفك له ضائقه، يبقى اديها له مره واحده. فالفكره كلها نظرتي للموضوع. هل يا ترى العطاء المره واحده ده الكبير هيفك ازمه، ولا تجزئته يفك ازمه بشكل اكبر؟ صحيح. فهي مش اسطمبه وثابته. طيب وهل لشخص واحد ولا ل10 اشخاص؟ نفس المنطق يا فندم، نفس المنطق. عندي 10 اشخاص لو اديت لكل واحد 100 جنيه هيقدر يروح يجيب كيلو زيت وكيلو بتاع ويطبخ لعياله، فيبقى كده اكلت ال10 اسر والحمد لله. احيانا لا، ده في حد هو لو ما خدش ال1000 جنيه هيتسجن مثلا، هتحصل له مصيبه، تحصل له كارثه، يبقى فك الازمه. فهي حسب حضرتك حال المتصدق والمتصدق عليه. جميل. طيب وبرضو الاولويات في الصرف، يعني مثلا اقول ايه؟ لا انا ما بدفعش انا تجويز بنات. مره في بنوته يعني مع غنيه ما كانتش متجوزه وكانت يعني وصلت لل40 مثلا، فبتدفع خير وبتعمل خير فظيع، مبارك لها. الا التجويز اللي تقول انا هقعد اجوزها، طب ابقى اجوز نفسي الاول، ابقى اجوزه انا هدفع. كانت بتدفع في كل حاجه، بس تيجي على دي تقول لا مش قادره. فده يعني الاولويات في كده. والله لعلها ان فعلت يرزقها الله سبحانه وتعالى، وفعلا ربنا رزقها واتجوزت وكده. انما انما الاختيار الواحد اللي يعني اللي يحب مثلا يقول لك انا احب اعالج، انا احب اعمل ميه، هي الحاجه يا فندم. الحاجه يعني اما اجي اروح لبلد ما فيش فيها بير ميه وتيجي معايا زي البر والتقوى وتقول لي انا هعمل بير، اتفضلوا. لما يجي مثلا في مكان ناس محتاجين في مستشفى، لما يجي يقول لي هعمل مستشفى عن الحته دي مش فيها مستشفى، اتفضلوا. لما اجي في مكان ناس محتاجين فيه طريق يترصف، اتفضلوا. يعني هي الحاجه اللي تحكم الموضوع، ما عنديش زي ما قلنا قوالب ثابته. القران الكريم نفسه علمنا ان احنا نحقق ما هو في مصلحه للخلق. جميل. لانه في النهايه انا عاوز اسعد الناس، ادخل عليهم السرور، افك ازمتهم. من فرج عن مسلم او من نفس عن مسلم قربة. القربة دي بقى هي بالنسبة لي غير بالنسبة لك غير بالنسبة لحد تاني. فنشوف قربة الناس فين ونعملها له. طب السؤال المنطقي، هل ينفع تزويج الفتيات أو الشباب من الزكاة؟ اللهم نعم. بس يبقى الحد الضروري. ما تبقاش حضرتك مبالغات. الحد الضروري إذا في حد محتاج 10,000 20,000 حتى، ويبقى الحد الضروري يجهز نفسه بالضروريات وماله، ويبقى من الزكاة أو من الصدقة، ويبقى كمان صدقة جارية اللي عملها من الصدقة. جميل. طيب يعني أنا في الختام بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سالم عبد الجليل، حضرتك منورني وأنا سعيدة بوجود حضرتك معايا. ربنا يرضيك يا رب. شكرا لحضرتك، وحضرتك إن شاء الله يعني موجود معانا طوال الشهر الكريم، يعني نشوف حضرتك كتير. أنا بشكر حضراتكم، أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله.